Bonjour tout le monde, بتمنى تكونوا بخير. معكم مس ريم العجاوي، معلمة اللغة الفرنسية من مدارس الاتحاد فرع العقبة. وحصتنا لليوم رح تكون خاصة بطلاب صف الرابع خامس سادس، ورح تكون عن les articles définis et indéfinis، عن أدوات المعرفة والنكرة، وهي ورقة عمل قدمت للطلاب في الأسبوع السابق. خلينا نشوف تفاصيل الدرس. قبل نبلش نشرح عن les articles définis et indéfinis، ملحوظة أو معلومة لازم يعرفها كل طلابنا، إنه اللغة الفرنسية كل الأسماء باللغة الفرنسية مثل العربي، يا إما اسم مذكر يا إما اسم مؤنث، وما في أي وسيلة لنخليك تميز بين المؤنث والمذكر أو الجمع إلا أدوات المعرفة. في حال كان في الأدوات المعرفة مو مبينة، رح نشوف تفاصيل إيش المقصود فيه، لازم يكون الطالب عارف إذا هذا الاسم مذكر أو مؤنث. أنا مثلاً عندي مخزونة ومعلومة هائلة من الأسماء اللي أنا عارفة إنهم مذكر ومؤنث، ومع ذلك أحياناً إذا بيكون في اسم غريب إلا ما أتأكد منه عن طريق النت مثلاً، لا أتأكد إذا هو اسم مذكر أو مؤنث عشان تعرفوا إنه ما في طريقة. هلأ في أسماء كتير بنتهي بأو بالفرنسي معناها مؤنث، بس مش قاعدة إنه كل إشي انتهى بأو يعني مؤنث. أوكي، خلينا نشوف les articles définis، أدوات المعرفة. هون عندي ماسكولا معناها مذكر، فيمينا معناها مؤنث، سانجوليي معناها مفرد، بلوريال معناها جمع. خلينا نتعرف على أدوات المعرفة. أداة المعرفة المذكر مفرد هي لو، الإي بالإنجليزي صوتها بالفرنسي أو مع ال تصير لو، وهي عبارة عن أداة معرفة مفرد مذكر. أداة المعرفة مفرد مؤنث هي لا، لأنه الأي بالفرنسي صوتها آ مع الأل بتصير لا. إذن فيمي أي أداة المعرفة المفرد مؤنث هي لا. أما بالنسبة للأل أبوستروف هي أيضا أداة معرفة وكمان مفرد، ولكنها بتخص أي اسم ابتدأ بحرف علة الأ والآ رح ينشطبوا ورح يصير بدالهم الأبوستروف، يعني هو الأل هو عبارة عن أداة معرفة مفرد لكن ممكن يكون مذكر وممكن يكون مؤنث. أما بالنسبة للجمع فهو أداة المعرفة اسمها لي، حذاري حدا يسميها لي ليس أو أسماء غريبة بتطلع منكم، هي صوتها لي. خلينا نشوف بعض الأمثلة. عندي المثال الأول، أول ما نشوف أداة المعرفة هون هنعرف إنه هو أداة معرفة، يعني إنه هذا الاسم اسم مذكر مفرد من أداة المعرفة المفرد مذكر. إذا لو ستيلو، الإي هيك باللغة الفرنسية داخل، يعني ما تكون جوا الكلمة تتعوض الإي هيك، وكأنه الإي هيك بدالها إي، إي اللي هي هاي، هي بالإنجليش صوتها أي بالفرنسي صوتها إي، إذا كأنها إي فأقرأها لو ستيلو، أوكي؟ يعني الإي هيك في منتصف الكلمة كأنها حرف الصوت، تعطي صوت الإي. لو ستيلو معناها قلم حبر جاف، وهو اسم مذكر. خلينا نشوف المقطع الثاني. عندي l'ordinateur، l'ordinateur ومعناها الحاسوب. يا ترى لما أشوف أنا الأبوستروف هون هل مبين عندي إذا كان مفرد مذكر أو مفرد مؤنث؟ لا، لأنه الأبوستروف ممكن تكون هاي وممكن تكون هاي، لأنه على الحالتين لازم نشطب يا الأ يا الأ. لكن أنا رح أعلمكم إنه l'ordinateur أصله إيش؟ أصله طبعا مذكر، هو كان بهذا الشكل لو اورديناتور، لكن الاو ما بيتصل باي حرف عله، اذا عشان هيك راح نضطر نشطب حرف العله، الحرف الموجود باللو باداه المعرفه ليتحول للابوستروف وبصير بهذا الشكل. يعني الطالب هون لازم يحفظ انه لورديناتور اصله مذكر، هو مطالب فقط بالاشياء اللي انا بعطيه اياها. اذا الحاسوب باللغه الفرنسيه مثل اللغه العربيه مذكر لورديناتور. خلينا نشوف المقطع هذا. عندي لي كريون، من أداة المعرفة بعرف إنها أداة معرفة جمع، فبعرف إنه هذا الاسم جمع، وفي عندي نهاية الأس. الجمع عندي باللغة الفرنسية يا إما نهايته أس يا إما نهايته إكس، تمام؟ فعندي هنا حكينا عن الإيغري في منتصف الكلمة بيلعب دور الإي، فالآ مع الإي تعطي صوت إي مع بعض، فراح يصير كريون، لي كريون ومعناها أقلام الرصاص. الاو ان حكينا عنها اكثر من مره انه صوتها او، والاس لا تنطق ابدا. لي كريون معناها اقلام الرصاص. طب يا ترى هل هذا جمع مذكر او جمع مؤنث؟ علما انه انا قلت لكم انه ما ببين عندي
الأسماء مثلا زي هيك ما ببين عندي إذا كان مذكر أو مؤنث، مثل هاي نفس الشيء ما ببين، فالطالب لازم يكون عارف أصلها، وأصلها هي مفرد مذكر. وخلينا نشوفها، إذا لو كريون ومعناها قلم رصاص، إذا لو كريون معناها قلم رصاص واحد. شلنا الأس الموجودة للجمع وحولنا الأداة المعرفة الجمع لأداة مفرد مذكر لأنه أصلها مذكر. خلينا ننتقل لهون، عندي لا تابل، الاي صوتها اه لا تابل، والاو بتعطيني الصوت الحرف اللي قبلها، صوت الصحيح صوت الحرف الصحيح اللي قبلها، راح تصير لا تابل ومعناها الطاوله. طيب هذا عباره عن اسم، ايش اسم مؤنث، اوكي نو ماسكولان واضح. طب خلينا نشوف هون، عندي لاغ لارموار، الاو اي بالفرنسي صوتها وا مع الام بتصير موا، لارموار، والاو بتعطي صوت تسمح للحرف الصحيح ينطق، إذا الأو بتعطيني تسمح للحرف اللي قبلها ينطق، راح تصير لارموار ومعناها الخزانة. طب الخزانة يا ترى هل هو اسم مذكر أو اسم مؤنث؟ ما عندي أي معالم أو دليل إذا كان هو اسم مذكر أو مؤنث، لكن هو في الحقيقة أصله مؤنث، كان بهذا الشكل لارموار هيك كان، لكن ممنوع التقاء حروف العلة مع بعض، فراح نشطب حرف الموجود بأداة المعرفة ليتحول لأل أبوستخف، إذا ممنوع وجود هذا التلاقي، هذا راح يصير لأل أبوستخف، ولارموار معناها الخزانة. تمام، خلينا نشوف هون، أول إشي للتذكير إنه الأو اللي عليها مد بهذا الشكل هو معناها هو المقصود فيه إنه الأو هيك اللي عليها شحطة صوتها A، لكن إذا المد كان بهاي الطريقة معناها مد طويل فهيكون A، لكن إذا كان المد أو الحركة اللي فوق بهذا من هاي الجهة مثل أنا ما بعمل من هاي الجهة معناها إيه، أما من جهة هاي نفس الموجود إحنا عندنا هون بالصورة، إذا عندنا غي غي مد طويل، غيجل الأس لا تنطق والأو لا ينطق لكن نسمح لي ينطق الحرف اللي قبله، فتصير لغيجل ومعناها المصادر. معلومة إضافية، إذا لي اتصلت بأي اسم ابتدأ بحرف علة الأس راح يصير صوته زد وبيأخذ نفس صوت حرف العلة الموجود، يعني إذا في أو بصير زو، إذا في إي بصير زي وهكذا. طيب لغاجل ومعناها المصادر، لكن يا ترى هل هذا مفرد مذكر أو مفرد جمع، سوري هل هذا جمع مذكر أو جمع مؤنث؟ ما في طريقة بنعرف، لكن لازم الطالب يحفظ إنه المصادر باللغة الفرنسية أصلها مؤنث، وهي كانت بهذا الشكل لغاجل، أوكي لغاجل ومعناها مسطرة واحدة، غيرنا أداة الجمع لأداة مفرد مؤنث وشلنا الأس الموجودة بالجمع وحولناها لمفرد وهي أصلها مفرد مؤنث. خلينا ننتقل ل les articles indéfinis. لاحظوا إنه indéfinis كتبت نفس طريقة ديفيني لكن ضفنا الـ en لحتى نعطي الذي يصبح معناها غير معرفة أو نكرة. les articles indéfinis الأدوات النكرة. تعرفنا على أدوات المعرفة، طبعا المعرفة والنكرة خاصة بالأسماء. طبعا خلينا نشوف الآن هون عندي masculin singulier يعني مذكر مفرد. أداة النكرة المفرد مذكر هي أ، رح يقول للطلاب يا مس إحنا شفنا هاي بالأرقام، نعم هي موجودة بالأرقام والمقصود فيها رقم واحد، لكن إذا أ تبعت بأي اسم فيس حيصير معناها مثلا لما نقول الليبر مثل هذا المثال، الليبر معناها كتاب واحد، لما نقول أنكايي معناها دفتر واحد، معناته الأ هي اسم نكرة مفرد مذكر يعني مقصود فيه إشي واحد تمام، لكنه للمفرد للمذكر. تمام، هلا المؤنث مذكر، المؤنث مفرد فيمينا سينجوليه بضيف او في الاخير للتانيث تمام، فهون حيصير في صوت للان راح يصير ان وراح ينعطى حق الصوت الاو حيصير لها صوت ان، يعني ا الاو ان مع بعض دائما صوتهم ا من الانف، لكن مع الاو راح يصير ان تمام، وهي طبعا عباره عن اسم نكرة مفرد مؤنث. أما بالنسبة للجمع فأنا كان عندي بالمعرفة لي وبالنكرة عندي هاي دي، أوكي وهو جمع مذكر ومؤنث في أن الواحد. راح تلاحظوا إنه ما في عندي أبوستخوف مثل أدوات المعرفة، حتى لو التقت مثلا هاي عبارة عن أداة أو عبارة عن حرف علة، حتى لو التقى بحرف علة ما بيصير شطب لأنه هيك بتتحول لمذكر فلا يجوز. تمام، إذن خلينا نشوف الأمثلة. Un livre ومعناها كتاب.
الليف ومعناها كتاب، وهو واضح جدا أنه هو عبارة عن اسم نكرة مفرد مذكر. عندي هون ديكايي، ديكايي معناها دفاتر. هل واضح أصل الدفاتر إذا كان مذكر أو مؤنث؟ لا، لأنه دي هاي هي كمان مثل اللي جمع مذكر ومؤنث يعني الواحد، فالطالب لازم يكون عارف أصل الكلمة. فأصل الكلمة هي أنكايي، تمام، هي دفتر. إذا عدلنا أداة النكرة المفرد، سوري، أداة النكرة، أداة الجمع النكرة حولناها لأداة إيش؟ شو عم نشوف هون؟ هي عبارة عن أداة نكرة مفرد مذكر، شلنا الأس. إذا أصل الدفاتر باللغة الفرنسية مذكر، أنكايي معناها دفتر، ديكايي معناها دفاتر. عندي هون إن جام، اسمح لي أنطق الحرف اللي قبلها، إن جام ومعناها ممحى، أخذناها قبل هيك. إن جام معناها ممحى، وهو اسم نكرة مؤنث. عندي هون دي شاز، الآي صوتها اي، اوكي، مع الشام سي ش، شاز، دي شاز ومعناها كراسي. لكن هل يا ترى هون مبين عندي إذا كان هو اسم جامع مذكر أو مؤنث؟ لا، فالطالب لازم يعرف أصلها، وأصلها مؤنث. إن شاز ومعناها، إن شاز ومعناها كرسي واحد. لاحظوا إنه الأس أنا شطبتها من هون وعدلت، بدل الـ A استخدمت الـ إن اللي هون المؤنث، إن شاز ومعناها كرسي واحد. تمام، إذا أنا هون حستنتج كالتالي. أدوات المعرفة اللي عم شوفها هون وأدوات النكرة اللي عم شوفها هون خوات، يعني هم يعني بيتشابهوا كالتالي. اللو هي عبارة عن أداة مفرد مذكر، والآ هي عبارة عن أداة مفرد مذكر، لكن اللو هي عبارة عن أداة معرفة، والآ هي عبارة عن أداة نكرة. مثل عم نكتب هون، مثل ما كتبنا هون، les articles masculin singulier يعني مذكر مفرد، عم بيتشابهوا. في الديفيني والانديفيني هم الاثنين مذكر مفرد، لكن هذا معرفة وهذا نكرة. ديفيني معرفة، انديفيني نكرة. نفس الشيء بالنسبة للمفرد مؤنث، مؤنث مفرد، فيمينا سنبولية، هم الاثنين هم عبارة عن أداة مؤنث مفرد الاثنين، لكن لا أداة معرفة مفرد مؤنث، وإن أداة نكرة مفرد مؤنث. عندي هنا مو ماسكولان او فيمينا، يعني اسم مذكر او مؤنث، كي كومونس باغ اون فويل، الذي يبتدئ بحرف عله. اذا كانت الاداه معرفه حتصير الابوستروف، اما اذا كانت نكره ما بيصير اي تغيير، الان بضلها ان والان بضلها اون، تمام. واخر شيء عندي جمع المذكر والمؤنث، بلوريال ماسكولان او فيمينا، جمع المذكر والمؤنث. عندي باداه المعرفه هي لي، وأداة النكرة هي دي، الثنتين جمع مذكر ومؤنث، لكن هاي للمعرفة وهاي للنكرة. هلأ بس للتذكير إنه الأبوستروف اللي حكينا بتتحول اللو أو اللا للأبوستروف في حال التقائها بحرف علة، هذول هم حروف علة. عندي أ أو إي غريك أ، عندي إي وعندي أو. إذا أ أو إي غريك أ إي أو، إذا أي اسم ابتدأ بهذول راح تصير اللو أو اللا الأبوستروف. لكن بالإضافة لحروف العلة اللي شفناها هون، برضو في سبب آخر بيخلينا نحول اللو أو اللا للأبوستروف. السبب الآخر هو الأتش اللي أنا عمري ما حكيت فيه، هو الأتش الصابت. خلينا نشوفه مثال. لو أم معناها رجل، الرجل، أوكي، لكن ممنوع التقاء الأ بأي أتش صامت. أنا بالفرنسي عندي نوعين من الأتش، عندي أتش صامت وعندي أتش ناطق، لكن الأغلب الحروف اللي عندي الأتش أغلبها صامتة. صامتة يعني ما إلها صوت، تمام؟ إذن ما أنا هاي صامتة ما بصير أكتب أداة المعرفة بهذا الشكل، فلازم هي تلعب الأتش هون بتلعب دور حرف العلة. فلاحظوا شو حيصير، حنشطب الأ، تمام؟ وراح يصير بهذا الشكل الأبوستروف، حيصير لام. اوكي، هاي المعلومه انا ما اعطيتكم اياها بالصف، لكن انا ضفت لكم اياها هنا بالفيديو لحتى تكون المعلومه واضحه اكثر. الان خلينا نشوف استخدامات ادوات المعرفه والنكره، او متى انا حضطر استخدم اداه معرفه ومتى حضطر استخدم اداه نكره. اول شيء عم نشوف السي، هذا اللي عم تشوفوه هو يستخدم لاي اسم مذكر او مؤنث، يعني يستخدم للمذكر والمؤنث لكنه دائما مفرد. هذا السي مفرد،
مذكر أو مؤنث، والسوسون عم تشوفوها هون تحت، سوسون هو عبارة عن جمع مذكر ومؤنث أيضا في آن الواحد. إذا سي هو بيجي بمعنى هذا، أو هي أسماء إشارة، هذا أو هذه إذا كان استخدمنا مؤنث، إذا هذا أو هذه، وممكن يكون معناه هؤلاء أو يعني المؤنث لجمع المؤنث أو جمع المذكر. تمام؟ طيب هلا سي برضو ممكن يكون معناه هو، لكنه مش معناته إنه هو ضمير، لكن بيجي معنى الكلمة بهذا الشكل. خلينا نشوف المثال كيف إنه أنا هون استخدمت أداة معرفة نكرة وهون اضطريت استخدم أداة معرفة. خلينا نشوف المثال. سيت ان نوم. لاحظوا إنه التي اتصلت بالآ، لأنه دائما أي لما يكون عندي مقطعين، المقطع الأول كان فيه حرف صحيح والمقطع الثاني كان فيه حرف علة، بصير فيه ربط دائما. هاي إشي بتلاحظوه دائما، حتى الأتش بما أنه صامت بيلعب دور حرف العلة، الآن رح تلتقي بالأو رح يصير فيها أن نوم، رح ننطق الآن هنا. تمام؟ إذا سيت ان نوم هو رجل. سيت ان نوم هو رجل. هل أنا أعطيت معلومة لهذا الرجل؟ هل ميزته بشيء؟ هل قلت هو إيش بيشتغل أو هو إيش بيعمل أو هو بيقرب لمين؟ ما أعطيت أي معلومة، كانت معلومة غير واضحة. سيت ان نوم هو رجل، بس لما كملت وقلت سي لام دو بول، هو هون معناها هو أو هذا صديق بول. أوكي، هذا صديق بول، إذا هذا رجل، هذا صديق بول. بما أنه صار صديق بول، حتى لو نحن ما بنعرف مين هذا الرجل، بس ما أنه عرفته وعطيته معلومة زيادة أنه هو صديق بول، هون حنستخدم أداة معرفة. إذا حطينا الأبوستروف لأنه ابتدأت بحرف علة، ولامي معناها صديق. سي لامي دو بول، هذا صديق أو صديقه بول. دو هاي صديق لمن؟ لي بول. دائما عندنا دو الربط. سي لامي دو بول، زي لما أخذنا لو شيان دو ميدور، كلبو ميدور دو. أوكي، لو شيان دو، إذا لامي دو بول صديقه بول. تمام. أنا هون عم بشوف امرأة، إذا هذه هي امرأة. بالفرنسي هذه امرأة بقول سي تون فام، التي بتتصل بحرف العلة فحيصير سي تون فام، هذه امرأة. لكن رجعت أعطيتها معلومة أكثر، قلت سي هذه لا فوازين دو سيلفي، هذه جارة سيلفي، هذه جارة سيلفي، إذا أعطيت لها معنى سي لا فوازين دو سيلفي. إذا بما أنها صديقة جارة سيلفي، أعطيت معلومة موضحة، حتى أنا لو ما بعرفها، لكن أنا وضحت من هي سي لا فوازين دو سيلفي، نفس فكرة الدول عم تشوفوها هون. إذا هذه جارة سيلفي، إذا فصار المقطع بهذا الشكل، تحولت أداة النكرة لأداة معرفة، لأنه أعطيت توضيح من هذه الإمرأة. وكمان عندي بالجمع ce sont des livres، هؤلاء كتب، جمع هؤلاء كتب، استخدمت أداة النكرة الجمع هؤلاء كتب. هل أنا ميزت الكتب بإشي؟ لا، لكن لما أكمل وأقول هؤلاء كتب الرياضيات، ce sont les livres de maths، ce sont les livres de maths، هؤلاء كتب الرياضيات، أنا وضحت إنهم كتب إيش؟ كتب الرياضيات. ce sont les livres de maths، هؤلاء كتب الرياضيات، صار توضيح. لو بدي أحكي أنا مثلا هؤلاء كتب أي شخص من أشخاص، نفس الطريقة في الكتاب، ce sont les livres de Rana، ce sont les livres de Lama، ce sont les livres de Sara. أوكي، فبتضلها بنفس الطريقة، بكتب les livres، حولنا أداة النكرة إلى أداة معرفة. تمام، ووضحت كتب شو، فصارت المعلومة واضحة، فاستخدمت أداة المعرفة. للعلم إنه أدوات المعرفة والنكرة في إلهم عدة قواعد وفي إلهم عدة استخدامات. الطالب لما يكون متمكن ومتمرس بصير يعرف إذا حستخدم أداة معرفة أو نكرة، لما يكون فاهم بالضبط إيش هم أدوات المعرفة والنكرة. لهيك أنا حطيت هذا الدرس عشان الطالب لما يفتح هلا أي كتاب، لو تفتحوا أي كتاب راح يكون واضح إنه هذا فرنسي، من كثر ما حتلاقوا أدوات معرفة ونكرة في كل مكان. بتمنى تكونوا فهمتوا درس اليوم. للأمانة تعبت كتير فيه، فوق ما بتتخيلوا، حتى أقدر أوصل المعلومة مثل ما بدي. بتمنى تكون وصلتكم المعلومة. إذا في عندكم أي أسئلة لا تترددوا إنكم تسألوني. بس العلم إنه لسه في ورقة العمل، لسه في لها تابع، يلي هو التمرين اللي فوق أعطيته أنا كواجب، أما التمرين اللي تحت رح نعمله بالصف. بتمنى إنكم تبحثوا بجوجل على الأسماء اللي كانت مذكر أو مؤنث. تمام، وإن شاء الله نراكم في الحصة المقبلة. إذا المقبلة، أوكي، سلافان دو كور. هذه هي نهاية الحصة. بون فان جورني، أوا.